يقول: في أحد الأيام حرمت على ألا أذهب إلى حفلة، ولكنني استغفرت ربي بسرعة في قلبي، فهل ذلك يكفي؟ إذا حرمت أن لا تذهب إلى حفلة ثم ذهبت إليها وجب عليك كفارة يمين، لأن هذا يعتبر له حكم يمين، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد أنك تصوم 3 أيام، إلا إذا كنت حرمت من زوجتك فهذا له فيه بحث آخر. أما إذا كان مجرد تحريم بدون أن تنوي به زوجتك أو لم تتلفظ بزوجتك فإن هذا فيه كفارة يمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.